الفريق اللي ماسك المتجر والملاحظات جالسين عدل عليها. انا تعمدت صراحه اني ما اعدلها في منتجات ناقصه حتى يحاسب المسؤول واشوف هل اللي درات فعلا يتفاعلون تحسب لسعد السبيعي يتفاعل، لكن ما تحسب لكبار هاج. مسفر السعدي مختار مسفر، اخترت منتجات اخر اسبوع، اخترت شامبو بلسم، شامبو بلسم، الشامبو ما نزل وبهاج ما يدري، لا من المفروض يبلغ؟ لا ادري نفدا اقول لا بالهدري، لكن المشكله عند احمد الغامدي. ايه وش عندي انا يا بهاج؟ طيب تواصلت مع احد؟ تواصلت مع من؟ مع احمد معنا في نعم الاداره؟ نعم نعم متواصل مع احمد الغامدي. متى؟ تبي اظهر المحادثه؟ اي والله تكفى، اذا انت اظهرتها انا اقف احتراما لبهاج ان هذا هو افضل داعم للمتسابقين. جعل ابوك في الجنه. عان. تحيه لبهاج، والله بطل. شكرا. هذا التواصل الحقيقي اللي المفروض كل ليدر يمشي به. بهاج سوى حساب دعم لفريقه. نعم. اسمه فريق الليدر بهاج الأكلبي. نعم. يدعم المتسابقين اللي تحت إدارته. طيب بس يا بهاج خلونا نشوف بهاج سوى هو الفريق للمتسابقين. سم يا فهد. اسمح لي أبو عبد الله. سم. أول شيء صبح على أبو غنى بالخير، صبح عليكم كذلك بالخير. أبو غنى حصل عنده ظرف وحنا مقدرين ظرفه اللي حصل عنده، وإن شاء الله أنا ما هم قصر، ما قصر في الأول ما هم قصر في التالي. وأقول لك من هالمنبر عذره وسيع، والله يرحم موتانا وموتاهم وموتى المسلمين أجمعين. آمين. وإن شاء الله أنا ما هم قصر أبو غنى بإذن الله. طيب أعطونا إحصائية بهاج على الشاشة. بهاج تفاعل بالتويتر تغريدة واحدة فقط رد على حساب القناة عن البرنامج، تفاعل بالتصويت ما تفاعل، ما في ولا تغريدة للمتسابقين مجموعته، رد على متسابق مجموعته في مجموعته طلع إبراهيم، عدد تغريدات الأسبوع الخاصة بالبرنامج 0 تغريدة، لكن يحسب له أنه سوى فريق دعم للمتسابقين. هذا ما قدمه بهاج لفريقه. هذه طيب منك من كنت ذكرتها، لكن اللي مختصين في العلوم دي اللي ما يعدون. احنا عندنا تغريده قبل 3 أيام في مسفر وهادي ومحمد مفرح وايضا مسفر عبيد، شافوها اكثر من 100,000. سبحان الله، ال 100,000 ذي اللي مدققين على الموضوع ذا ما شافوه ولا ذكروه. اللي هي وين كانت؟ في الموضوع في شخصنا. اللي كانت وين؟ اللي في التويتر. في حسابك ولا حساب فريق؟ عندي حساب طال عمرك اللي هو فريق الليدر. نعم فريق الليدر، حساباتهم سناباتهم متاجرهم كل ما يخصك، حتى نويناك ودنا نصورها بعد وننزلها في حسابنا. شافوها اكثر من 100,000، بس المختص في الموضوع ذا ما شاف. انا اتوقع اني اللي ماسك التدقيق ذا انهم شخصن الموضوع مع بهاج ومع اصدقاء بهاج، مع اني انا عندي سبيس وعندي طال عمرك بث في التيك توك تهرجت عن اكثر من متسابق، وانظر لهم كل ابوهم اخواني بعيدا عن العيال اللي معي في الفريق. نعم، وحاب اشكر صراحه الرجال ذا صالح البلوي، اخصه ولا اخص كله بخير ما شاء الله تبارك الرحمن، ظهور طيب وشخصين طيبه ولا يهنون الربع. هذا من طيب راسك والله، والله اني اقولها وانا صادق. شيء ظهر في الاعلام بنذكره في الاعلام. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك على راسك والله على راسك. من فريقك صالح ولا لا؟ والله مو من فريقي، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن الله يرفع قدرك. قصائد وعلوم رجال يعني فريقك ما يستحقون الشهاده؟ فريقي متخالص انا وياكم. لا بس لحظه، انت بعيدا عن التويتر وبعيدا عن الامور ذي، يمكنك تنعاش ولا مهرب لك جوال، احذرني انت وياه تاثر من تغريده ولا تغريدتي. والله احذرني بكره تشوف كذا فلان فوق عينكم قرطن في رقبه معجب 24 ساعه وانت في رقبه معجب. والله والله العظيم. فالواحد نصيحه مني لكم، انا معكم وانا لكم، ان كان به خطا وقصور ما هم منكم ولا هم مني ولا هم من ابو عبد الله، من اللي ماسك الاحصائيه دي. الاحصائيه يتكلم عن فضل. عن بهاج، بس انت قلت اني خلاص انت وكلت المهمه، سويت فريق خاص وتدعمه صح؟ انا اللي موقف على الحساب. انت؟ نعم انا اللي موقف على الحساب، لكن لا لا وش اسمها سعود بن عبد الله لو انه ما طر الموضوع ذا اللي هو فريق الليدر عن كل ابوك شفتوه في التويتر، لو انت ما طريته. أنا جاي هنا أذكر حقائق، لا شوف ما راح أخبي على المتسابقين شيء، تأكد يا بهاج. والله ما أنت بقايم على ما جينا نزرع فتنة ولا نقول للمسابق مثلا أطلع، لا أنا جاي هنا بذكر كل حقيقة.
لكن انا ارى ان اتفاقيه المتسابقين ما كانت مع فريق، كانت معك انت. انا معك نفس دخلك، لكن لما اختاروك على الادارات الثانيه كانوا يختارون لو بهاج. انك ما ذكرته انت اللي قبيل قلت ترى بهاج فاتح الحساب وذكرته انا، يمكن اخوياي ما يصدقون، يقول بيطبل النفس. لكن يوم انها جت من المدير شهاده، لا بالله بيقتنعون الريج كل ابوه، والله اقولها وانا صاد. لكن اذا به قصور يا الربع ترى من اللي ماسك ايش اسمه التدقيق. طيب قبل شوي، مو قبل شوي، امس كان في بث لك مع سلطان الميري. نعم كانك حديث الصبح. ايش كنت تقول؟ يعني مزح ولا صدق؟ لا بهاج يا ابو عبد الله، شوف كأني ما بتشيك، انا بقول انت اخو ومعلم وعرفك من سنه، ماني بعرفك كم سوليو، وتعرفني زين، وبهاج واضح، والمتابعين اللي يعرفوني يعرفوني من سنه ونص، والله انهم يعرفون صدقي من مزحي. غير بعض الناس يحب الدبلجه ويحب الفرنكه والموضي ويحط شيء من لا شيء، يبي يمكن تفاعل ولا يبي له شيء، فاللي بيحقق اهدافه على حسابي يحلم بها مثل حلم ابليس في الجنه. كفو سلام. اي ما وضحت واضح، انا واضح اني شوف بقول لك. شوف انا ليش اقول الكلام ده؟ لعل المقطع يوصل احد من فريقك يفهمه غلط. لا فريقي رجيل يعرفون اللي هم اللي عليهم، والرجال ذول كل ابوهم مطلق ولهم تجارب، وانتم ما جيتوا من الدنيا يعني يمس اليوم، صادمتوا في الدنيا وجاكم ظروف وعديتوها، مهم مثرتم فيكم تغريده ولا تغريدتي، وانتم رجال ونعم فيكم كلكم كلكم فريق اللي واخوان اللي، ودار بيني وبين المطيري والعجمي كلام، واتمنى انه ما يظهر في الاعلام لانه كان برا الاعلام. وانتم تدرون الكلام، كل الكلام والدعم والتشجيع قاعد تقدمه للمتسابقين مش في فريقك. نعم وين فريقك؟ نعم فريقي، فريقي انت تعرف فريقك الحين؟ اي بالعكس. بهاج ادعمهم، وين ما اعطيتهم ولا كلمه زينه، ما اعطيتهم ملاحظه، وكيف اعطيهم كلام؟ اي انت تدعم نادر، تدعم صالح. لا هذا تحت البث صالح. انا صالح شفت له طال عمرك مشاركه اعجبت، الله يرفع قدره، صدق والله اني اقولها ولا هو في حاجتي، هذا مطيب راسك والله قدام المسلمين، ولكن انا رجال طال عمرك شفت شيء يعجبني وظهر في الاعلام بقوله في الاعلام، والله هذا مطيب راسك، والله اني اقولها والله العظيم، والله العظيم ود ان اللي في البرامج الواقعيه مثلك واجد، الله يرحم والديك ولا يهنون الربع ذولا كلهم، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، والله صدق ورعانا يتابعون واهلنا يتابعون، ودنا بالناس اللي مثلك اللي يظهرون على الشاشه، ادعوا في الجنه وكثر من امثالك يا باج. الله يرحمه، انه ما هو يوم يوجه فريقه ولا للجميع، لان النجاح للجميع، ما هو بلا فريق بهاج ولا احد. انا بنجح، نجحت النسخه يا ابو عبد الله، كل ابونا يا ابو عبد الله، النجاح ترى تحسب للجميع. انا اشوف ليش انا مؤمن بهذا الشيء، وابغى هذه الرساله توصل، ان النجاح للجميع، لا ما في فريق ينجح لحاله ولا في متسابق ينجح لحاله، النجاح للكل. لكن الان في مميزات تقدم لكل مجموعه من الليدر المسؤول عنه، وهذه اللي لازم نتكلم عنها اليوم. مع عبد الله يمكن بهاج الكلام كذا مدحه مرتين ويستاهل المدح، بس يمكنه يبي له مآرب اخرى، يعني بياخذه من عبد الله وجهه نظر يا الربع. لا تخاطبني بعين الجد وانا اتكلم طال عمرك، يعني انت تمزح وانا اتكلم جد يا ابي شعوب. والله انا اتكلم جد، الرجال له في حاجه مدحي والله يوفقك، والسبايب انه وبال الله طيب فريق بهاج في احد عنده مداخله يا الربع؟ اللي في خاطري شيء. طيب بده مسفر تفضل. عليكم بالخير كلكم، واخص ابو الميكروفون محمد عليه السلام. ابو محمد ما يعذرك انك انه يكون الغلط من ايش اسمه احمد الغامدي، ولا الصوت او حق الاحصائيه. عد اقول ما يعذرك ان الغلط يكون من عند الاعداد، وتكثر الاعذار، لانك يا طويل العمر السلامه قبل ذيك كل ابوها تغريده واحده في حسابك، هذا الحاله ناموس وجائزه وفوز بحد ذاته، فيكفي انك مع اشغالك وامورك اللي انت تسويها انك مسوينا فريق دعم كامل علشان يختص في متابعينك المتسابقين، وبيض الله وجهك وجمل الله حالك. وما قصرت المتابعه من بهاج تحسب له امانه، انه هذه والله تحسب له، يعني هذه لان فضال فريق دعم كامل المتسابقين، وبيتم ان شاء الله محاسبه فريق الميديا. ايش دخل الميديا مو مقصرين صراحه، بيض الله وجههم، الا فريق المتاجر. فريق المتاجر بيتم محاسبته في هذا الامر، لان ما لهم عذر، موجود الاستاذ احمد، احنا جبناه مدير المتاجر مباشره، يعني يقدرون يطوفونها اول باول، ما له داعي اللخبطه ولا التنقيص. خالد حياك الله يا ابو حامد، يا مرحبا بك يا حبيبي، ايش حاب تكلم متسابقين؟